الحاجة التانية بعد ما خلصنا السنترال ريترنال ارتي هنتكلم عن السنترال ريترنال فين اوكلوجن. في منه انواع هما نون اسكيميك واسكيميك. النوع ده مش عندنا طبعا. احنا زي ما قلنا هناك كان في سنترال ريترنال ارتري وفي برانش اوكلوجن. هنا برضو هيكون في عندنا سنترال ريترنال فين اوكلوجن وبرانش ريترنال فين اوكلوجن. بريديسبوزنج فاكتورز في سيستميك بريديسبوزنج زي هايبرتنشن ديابيتس ميليتس تقريبا نفس الاسباب اللي قلناها قبل كده. والاوكيولار بريديسبوزنج بريفرايتس كانها الانفلاميشن بتاع الارترايتس. انتريز انتر اوكرا بريشر قلناها هناك برضو مع السبازم. لكن السبازم بيبقى اكتر مع الارتري لان الفين المسكلوزه فيه قليله فالسبازم مش بيبقى عامل مؤثر قوي. عشان نعرف الفرق ما بين الاسكيميك والنون اسكيميك سنترال ريترنال فين اوكلوجن لازم نكون متخيلين حاجه. دي طبعا قدامنا كده. نفرض ان ده السنترال ريترنال فين هو السهم الكبير ده وده هنا يعني السهمين دولت هما اللي بيلموا الدم من باقي العين ويرجعوهم هنا. السنترال ريترنال فين في تريبيوتريز تساعد ان المشكله دي ما تحصلش. اول حاجه هنرسم هنا اللامينا كريبروزا. لامينا كبروزا عشان نفتكرها برضو نرجع في فيديوهات الجلوكوما كنا قلنا لامينا كبروزا يعني ايه. لامينا كبروزا دي عباره عن الجزء الخلفي من السكليره بيخش الاوبتيك نيرف جواه بيخرمه كده فعشان كده بتبقى عباره عن طبقه مخرمه عشان كده بسبب الاوبتيك نيرف سميناها لامينا كبروزا. مالها بقى لامينا كبروزا؟ هنلون كده نرسمها هنا بالمنظر ده. نفرض ان دي هي لامينا كبروزا بالمنظر ده كده تمام. قدام اللامينا كبروزا في هنا كده في برانشين بالمنظر ده طالعين كده ولافين يعني غير البرانشات ديت. لا ده برانشين كده اكسترا هنا في المنظر ده قدام اللامينا كبروزا وبيرجعوا يصبوا تاني في السنترال ريترنال فين تمام. طبعا هم دول مش الاساسيين بتوع تريبيوتريز لكن اساسيين هم دول الاثنين دول مثلا لكن دول موجودين كده في الباس ويب بتاعهم. طيب انا دلوقتي لو حصل عندي اوكلوجن قدام اللبنه كريبروزا هنا يعني كده لو الاوكلوجن ده حصل هنا قفل المكان ده كله كده ايه اللي هيحصل؟ الدم مش هيعرف يرجع للسنترال اوبتيك فين هنا خالص. يعني لو الاوبستراكشن عملناه مثلا باللون الاخضر مثلا ده الاوبستراكشن اللي حصل. الاخضر مش باين برضه بس كويس اهو. لو الاوبستراكشن ده هو اللي حصل هلاحظوا هنا الاوبستراكشن ده قفل عندي ايه؟ قفل عندي ده وقفل عندي ده وقفل عندي برضه الاساسيين دول خلاص. فكده البلاد ما عادش قادر يطلع من العين عمال يتخزن جوه. طيب الابستراكشن لو حصل ورا اللامينا كربروزا نرجع نرسم الباسويز تاني. احنا قلنا في قدام اللامينا كربروزا في واحد جاي كده دوت طبعا عباره عن ايه برانشات بتجيب الدم برضو للفين. واللامينا كربروزا كانت هنا كده. طيب نفرض دلوقتي ان الابستراكشن حصل ورا اللامينا كبروز حصل في المكان ده هنا الحته دي اتقفلت. الدم هيجي من ده هنا يمشي كده هيتقفل من هنا مش هيعدي. لكن هو عنده في نفس الوقت الطرق دي اللي هي التربيوتريز دي كده يعدي منها يخش في الفين تاني. عنده السكه دي يخش منها يخش في الفين تاني. فالنوع ده نون اسكيميك. اذا ايه الفرق بين الاسكيميك ونون اسكيميك؟ الاسكيميك كانت الاوكلوجن حصل قدام اللامينا كبروزا فكان قافل ان يحصل درينج من البرانش ده او البرانش ده او البرانشات الاساسيه. لكن عشان كده اسكيميك خلاص ما عادش في اي فرصه لسحب الدم في العين بتموت. انها في النون اسكيميك بتبقى الاعراض اقل شويه. ليه؟ لان انا عندي صحيح ان الطريق الرئيسي اتقفل لكن في عندي طرق صغيره هنا لسه ما اتقفلتش. الطرق الصغيره دي عشانها قدام اللامينا كبروزا ما تاثرتش لان الاوكلوجن هنا حصل ورا اللامينا كبروزا. فعشان كده بيحصل درينج ستيل في درينج صحيح قليل عن الاول لكنه موجود برضه بيحصل درينج يعني نص درينج احسن من مفيش درينج خالص. طيب
بعد ما فهمنا الفرق بين الاسكيميك والنون اسكيميك، نشرح بقى. نبدأ بالاسكيميك. لما اجي ابص على اسكيميك كريتيكال ارتري فين اوكلوجن، هل عندي ايه في الاوفثالموسكوبيك فايندنج او الفندس اكزامينيشن؟ اول حاجه سيمتومز ماركت ديكريز اوف فيجن. ليه ما قلناش ان حصل بلايندنس زي الارتري؟ الفين لو حصل له اوكلوجن لسه برضه في دم بيوصل للريتنا، يعني في دم بيوصل. صحيح ان الدم ده مش بيتسرب او بيتسرب ببطء قوي، لكن في دم جاي. انما انا في الارتري ما عادش في دم واصل اساسا، ما عادش في اي اكسجن خالص، فهتقوم تموت مباشره. انما هنا هيبقى ماركت ديكريز اوف فيجن، وطبعا لو ما اتعالجش هيبقى بلايندنس، لكن السيمتومز كبدايه كده ماركت ديكريز اوف فيجن. الفندس بقى تبقى عامله ازاي؟ البلاد فيسلز تبقى كونجستد تورشوس. شايفين المنظر هنا؟ هنا بقت كبيره ازاي؟ خلاص، لان الوقت الدم بقى محبوس جوه العين مش قادر يطلع. شايفين الاحمرار هنا زايد قوي عن الاول؟ يعني لو نرجع كده بسرعه، شايفين هنا الاحمرار يعني نورمال ابيرنس. بصوا هنا، هنا احمرار اوفر بسبب في كونجستشن، الدم مش راضي يطلع من العين. طيب الهيموريج، شايفين البقعه دي؟ خلاص الدنيا ربشرت جوه، الدم مش بيطلع، عمال ضغط جوه العين، ضغط جوه العين. في الاخر حصل عندي هيموريج اكستنسيف. المنظر ده شايفين البقعه الحمراء دي؟ كل ده هيموريج. هيحصل عندي إديمة طبعا، دلوقتي انا عامل حصل عندي ايه؟ ارتشاح، الدم مش بيتسرب وعمال يترشح بره من الكابيلاريز. يعني انا مثلا هنعمل رسمه سريعه كده، بفرض ان ده الارتري ودي كابيلاري، وبعد كده الفين، ده كده الفين، ده الارتري. هنا الفين اتقفل، ما عادش بيعمل اي سحب، فالدم عمال يخش من هنا يقوم يرجع يلف كده، مفيش مكان. تقوم الكابيلاريز ديت ايه؟ تكبر بالمنظر ده، لان الكابيلاريز ما فيهاش ماسكولوزا، مفيش حاجه تعمل لها سبورت ضد الضغط العالي. تقوم لما تزيد الكابيلاري بالحجم، تزيد البرميابيلتي بتاعتها، تقوم تبدا ايه؟ ترشح لبره، تعمل اديمه. هتعمل اتنين اديمه، تعمل بابليديما وتعمل ماكيولار اديما. بابليديما ممكن نسميها بابليديما اللي هي الديسك اديما، يعني نفس المعنى. لاحظوا هنا ده النورمال، شايفين الاديمه هنا عامله ازاي؟ ده الاوبتيك ديسك، ده بالشكل النورمال في الرسمه دي. هنا بصوا الاديمه لما كترت، تحس ان في ميه انتشرت، بقى في حاجه شبه كانها الصوره بقت سايحه على بعضها كده. هنا الاول تحس ان في ايه؟ اماكن متحدده. هنا كده الاوبتيك ديسك، والنقطه اللي جوه دي النقطه البيضاء دي اللي هي الكب، بتمثل 3 من 10، وكل حاجه مظبوطه. لكن هنا بقى بصوا، اما الميه بدات تطلع لبره، ترشح بره، كانك جبت ايه؟ ميه ودلقتها على صورة لسه مرسومة من شوية، فتقوم ايه؟ تسيح الدنيا على بعضها بالمنظر ده. لعاد باين حاجة من، لعاد باين اوبتيك ديسك من كب، من حتى الماكيولا بقت تحسها داخلة معاهم. فعشان كده بنسميها ديسك اديمة بالإضافة إلى ماكيولار اديمة. والاديمة في الماكيولا ممكن توصل إنها تعمل كيس مليان مية، بنسميه سيستويد ماكيولار اديمة. والبيوبل برضه هيحصل فيها نفس اللي حصل في المرة اللي فاتت، اللي هو بنسميه افرنت بيوبلري افكت. هنلاحظ حاجة تانية هنا اسمها ال cotton wool spots. ال cotton wool spots دي يعني ممكن نشوفها في الرسمة الأولانية، هنا الرسمة دي اللي كان فيها congestion، قلنا عليها congestion. هتلاحظوا هنا برضو في نقط صفراء بالمنظر ده، شايفين النقط الصفراء دي؟ نقط كده صفراء في الشبكية شكلها غريب، ما كانتش موجودة في العادي. دي بنسميها cotton wool spots. عبارة عن إيه؟ لما حصل اسكيميا في الفيسلز ماتت، فحصل عندي بنسميه اللي هو بنسميها كوليسترول ديبوزيشن في الانسجه الميته دي. فالكوليسترول ديبوزيشن طبعا لونه اصفر، فعمل عندي المنظر ده، بنسميه كوتون وول سبوتس، كانها نقط شبه القطن كده. طيب ده بالنسبه للاسكيميك. طيب